طب بالنسبة بإذن الله أهم القضايا التي يجب التركيز عليها الفترة اللي جاية إن شاء كل الله. القضايا احنا عندنا مليون القضايا، عندنا قضية ريادة فننا، مستقبل ولادنا الأجيال الجديدة، لازم نفكر بفكر أوسع بقى، خلاص ما تبقاش النقابة بس فكر تحصيل، وعايزين نفكر في المزيكا، نفكر النقابة يكون لها دور في تقديم مواهب، وده كان حلم أنا بحلمه. أفكر النقابة يبقى لها استوديو خاص باستوديو اسمه استوديو النقابة، نكتشف فيه المواهب ونجيب فيه الموزعين زملائنا، واتكلمت أنا فيه مع أكبر موزعين في مصر وملحنين، قلت لهم لو جبنا مواهب وبقت دي زي شركة الإنتاج، بتمتلك كافة حقوق ولك معاها تعاقدات بنسب اللايف، ولو كبر ولو حب تبيع وتعمل زي الأندية اللي بتدرب وتبيع، يلا مبروك على الشركة دي ب2 مليون دولار، دخلهم للبسطاء، دخلهم للمعاش. النقابة لازم يبقى فيها فكرة أكتر كمان، أكتر من اللي مخيل لزمايلي إن هم سموه إنجاز من مصطفى كامل. إحنا إنجازنا في ملفات كانت الناس فقدة فيها الأمل بس، لكن هل الطريق أغلق على كده؟ لا لا، النقابة قدامها، النقابة أنت لك في القانون واللائحة بتاعتك بتتيح ليك أوجه استثمار، أبسطها عشان ما تغامرش قوي، هات مواهب فنية وتبناها ورعاها وقدمها بشكل اقتصادي كده عشان ما تبقاش النقابة هلكت مبلغ مالي كبير، قدم وكل ما نلاقيه، ويبقى معانا قامات موسيقية على في مجلس الإدارة عارفين ممكن تلاقي مصطفى كامل والصوت ده لقينا له لحن عند وكلام عند حد غيري، مش شرط مصطفى كامل نروح، بس انا هجيب زمايلي بعرف اقول له ايه، هتشتغل معانا بنسبه ماليه قد كده، هتشتغل دعم، هيبقى لك درع تكريم من النقابه، نتعاقد معاه على 10 الحان وده 10 توزيعات وده 10 كلمات، ونجدد العهد والوعد. الشركات الخاصه مبروك، تعمل زي الانديه اللي بتدرب وتستثمر وتقدم، وفي النهايه هيفضل زيه اي فنان بيطلع يقول لك انا كانت بدايتي مع فلان، هو هيطلع يقول لك بدايتي نقابه المهن الموسيقيه. طبعا نقابه المهن الموسيقيه ليه ما بقاش عندنا ده؟ انا بحلم بده. مين من زملائي بامرك يا رب من اللي هيصعدوا قادر على تولي هذا الملف واكون انا بشرف عليه من بعيد؟ مين قادر ومين عنده جهد؟ ربنا يرزقني بحد عنده ده. صح. عشان انا راجل شاطر في مراقبه موارد النقابه ولجنه العمل، ممكن ابقى في الحته دي، هيبقى مطلوب مني بس ان انا اما يبقى باخد لحن من ملحن كبير من زمايلنا وهم اخواتي واصحابي، اقول له بقول لك ايه، تعالى وعايزين النقابه، انا اعرف بقى ارص في الحاجات دي، لكن عندي بقى زميل فنان تاني بيدير العمليه ويجي يقول مصطفى عملنا للبنت دي بتوزيعها الفلانيه، ايه رايك؟ طب مش عارف ايه، فيبقى الامرك استشاري، سايب لزميل قطاع يدير قطاع، فكل واحد من ال 12 يبقى نقيب،